ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ النهارده ان شاء الله نتكلم عن اول مضيون عندنا في الكليه وهو الميديكال تيرمينولوجي. يعني ايه ميديكال تيرمينولوجي او ايه فكرته؟ دلوقتي لما نيجي نقرا اي كتاب لازم نكون فاهمين اللغه اللي الكتاب بيتكلم بيها. يعني لو هنقرا كتاب بالفرنش لازم نكون بنعرف نقرا فرنش، لو هنقرا كتاب بالالماني لازم نعرف نقرا الماني، تمام؟ فنفس الفكره بالظبط، عشان نعرف ان احنا نفهم المنهج اللي عندنا في كليه الطب لازم نفهم اللغه الطبيه، تمام؟ المصطلحات الطبيه، والمصطلحات الطبيه دي اللي انا بسميها الميديكال تيرمينولوجي، تمام؟ والحقيقه الميديكال تيرمينولوجي هي مش انجلش ولا هي عربي، هي بتكون لاتين او جريك. يعني احنا عندنا المنهج بالانجلش، ولكن هنلاقي في كلمات في النص هي مش انجلش خالص، لا هي ايه، بتكون لاتين او جريك، ودي اللي احنا هنتعلمها مع بعض خلال الموديول ده ان شاء الله، تمام؟ عشان لما نيجي بعد كده نقرا في مثلا في اي موديولز عندنا اندوكراين، عندنا يورينري، عندنا جي اي تي، لازم نكون فاهمين اللغه عشان نعرف نفهم الكلام بعد كده ونعرف نفهم الامراض ان شاء الله، تمام؟ طيب الترمينولوجي عندنا عباره عن ثلاث حاجات اللي هم الكومبوننتس بتاعه اي وورد عاديه، اللي هم ايه، عندنا اصل الكلمه، اصل الكلمه واصل عارفين يعني روت، تمام؟ فعندنا اصل الكلمه اللي هو الوورد روت، واصل الكلمه ده يا اما هنزود في بدايته prefix يا اما هنحط في نهايته suffix. يعني ايه prefix؟ prefix انا قلت ايه، في بدايته، في بدايته يعني هي اللي بتيجي في بدايه الكلمه، مجموعه حروف ليها معنى هنعرفه دلوقتي مع بعض او في المحاضره الجايه، تمام؟ بنحطها في بدايه الكلمه عشان بنحطها قبل الword root عشان لما نركبهم على بعض يديني معنى معين. ونفس الكلام في suffix، والحقيقه احنا النهارده هنتكلم عن الword root والsuffix. suffix هي مجموعه من الحروف بنحطها في نهايه الكلمه ليها معنى معين عشان تدي معنى لأصل الكلمة اللي محطوطة بعدها، تمام؟ تمام. فزي ما اتفقنا احنا هنتكلم عن الword root، هنتكلم عن السافكس، الاثنين دول هما اللي هنتكلم عليهم في المحاضرة النهاردة، والمرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الprefix. برضو النهاردة هناخد الplural formation، اوكي؟ وهنفهم كل حاجة مع بعض ان شاء الله ونحفظها سوا. اول حاجة عايزين نقول زي ما اتفقنا ان الاوريجين بتاع الميديكال تيرمينولوجي او المصطلحات الطبية بيكون معظمها جريك او لاتين، وبالتالي مش بيكون الانجليش العادي، تمام؟ دي examples عايزين في الاول نفهم الword roots والsuffixes، وبعدين هنيجي نقرا الexamples دي هنلاقي ان احنا فهمناها كويس ان شاء الله، تمام؟ تمام. دلوقتي احنا عندنا هنتكلم عن الword root of the major organs in the body، الاعضاء اللي عندنا في الجسم اللي احنا خدناها زمان، تمام؟ دول مش كلهم، دول مجموعه منهم، ولما ان شاء الله هنتكلم في الشابترز عن السيستمز قدام في المنهج بتاع الترمينولوجي هنعرف بقيه الحاجات، تمام؟ طيب عشان نفهم الكلام ده عايزين نرسم عندنا انسان اهو، وهنرسم عليه الاورجنز بتاعتنا. اول حاجه احنا هنتكلم عن ايه، احنا هنتكلم عن البق ومكوناته، ودول هيتشكلوا لنا اربع كلمات من الجدول. هنتكلم كمان عن المخ، ده كلمه واحده، وهنتكلم عن اربع مكونات في البطن، تمام؟ فاول حاجه عندنا البق ومكوناته، البق اللي انا بسميه الماوث، طيب. وبعدين عندنا ايه كمان، عندنا اللثة او اللي هي الجم اللي هو الجزء الاحمر اللي بيطلع منه السنان، بعد كده عندنا السنان او اللي هي التيث بالمنظر ده، واخر حاجة عندنا اللسان او التنج، تمام؟ اول حاجة عندنا الماوث، الماوث انا بسميه ايه، بسميه ستوماتو، الماوث بسميه ستوماتو، تمام؟ طيب بعدين عندنا اللثة، اللثة اللي انا بسميها بالانجلش الجم، بالميديكال بسميها ايه، بسميها جينجيفا، وبرده الاسم ده موجود في الانجلش اللي هو الجينجيفا، اللثة اللي هو الجزء الاحمر اللي موجود من فوق ومن تحت وبيطلع منه السنان. بعد كده عندنا التيث، التيث دي اللي انا بسميها ايه، نحفظها ازاي، احنا مش عندنا دكتور السنان بنسميه بالانجلش دنتست، نفس الفكرة بالظبط، اي حاجة ليها علاقة بالسنان انا بسميها دانتو، زي كده دكتور السنان، دكتور السنان بسميه دانتست، يبقى اي حاجة ليها علاقة بالاسنان انا بسميها ايه، بسميها دانتو. واخر حاجة اللي هي اللسان، تمام؟ واللسان او اللي هو التنج ده انا بسميه ايه، لينجو وجلاسو. طب نحفظها ازاي، نفتكر ان اللسان اللي هي اللام المكسورة دي لما انطقها كده كأني بنطق ايه، كأني بنطق ال اي، فنفس الفكرة بالظبط، هحط ال اي دي في الاول واكمل الكلمة لينجو، يبقى احفظ ان اللينجو في اولها ال اي زي لسان وانا بنطقها في اولها ال اي، يبقى لينجو او الاسم التاني جلاسو. يبقى احنا كده عندنا اتكلمنا عن اربع كلمات اللي هم البق ومكوناته، البق من بره على بعضه اسمه ستوماتو،
بعد كده عندنا اللافه او اللي هي الجم، دي انا بسميها الجينجيفا. بعد كده عندنا الاسنان او اللي هي التيث، دي انا بسميها دانتو زي دكتور الاسنان كده بسميه دانتست. واخر حاجه اللي هي اللسان انا بسميها ليها اسمين، لينجو وغواسو. وعشان نقدر نحفظ بسهوله فاحنا هنعمل كالر كودنج تمام، وهنقسم الحاجات اللي في الجدول ده. قلنا دلوقتي ان احنا عندنا البق ومكوناته تمام. البق على طول بيبقى الايه، البق لونه احمر واللسان لونه احمر وكده، فاحنا البق ومكوناته هنعملهم كلهم بالاحمر. يبقى جواسو او لينجو ده اللي هو اللسان، جينجيفا هي الجم، ستوماتو هو البق من بره، ودانتو هي الاسنان. تمام تمام، دي كده اول حاجه عندنا. تاني حاجه عندنا هي المخ، والمخ انا بسميه ايه، بسميه انكيفالو، بسميه انكيفالو. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالمخ او ليها علاقه بالبرين انا بسميها انكيفالو. تمام، والمخ ده حاجه كده لوحدها مميزه. اتفق. بعد كده عندنا اربع مكونات للبطن وهنقسمهم كالتالي. دلوقتي احنا عندنا البطن بيكون عباره عن ايه، بيكون عباره عن حاجات على اليمين او اللي هي الابدمن. البطن دي هنعرف بعد كده ان اسمها الابدمن. عندنا حاجات على اليمين وعندنا حاجات على الشمال وعندنا حاجات قدام وحاجات ورا. المهم يعني ان احنا دلوقتي عندنا اربع اورجنز مهمين قوي لازم نكون عارفينهم كويس جدا، واحنا اوريدي عارفينهم في الساينس من قبل كده، اللي هم ايه، الليفر على اليمين. طبعا ده يمين البيشنت او الشخص اللي لما يعني ببص للشخص من قدام يبقى ده يمينه وده شماله، دي معلومه احنا عارفينها. تمام، فاحنا دلوقتي عندنا الليفر او اللي هو الكبد تمام على اليمين، عندنا الستومك او اللي هي المعده على الشمال، عندنا بعد كده الامعاء، هنرسم دلوقتي اللارج انتستين تمام، يبقى الامعاء اللي هي الانتستين تمام، دي محوطه البطن بالمنظر ده. وعندنا اخر حاجه اثنين من ورا اللي هم الكليتين او اللي انا بسميهم الكيدنيز. يبقى عندنا على اليمين الليفر الكبد، عندنا على الشمال الستومك المعده، عندنا في النص محوط البطن من كل الاتجاهات الانتستين او اللي هي الامعاء، وعندنا من ورا في الناحيتين الكيدنيز او اللي هي الكليتين. تمام، طيب عايزين نعرف اسميهم بقى باللاتين. اول حاجه عندنا الكبد اللي هو على اليمين الكبير ده، هو المفروض يبقى كبير يعني، بسميه ايه، بسميه هيباتو. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالكبد بطلق عليها اسم هيباتو. تمام، يبقى هيباتو اللي هو الليفر او اللي هو الكبد. تمام، طيب على الشمال عندنا الاستومك او المعده. تمام، بسميها ايه، بسميها جاسترو، وبالتالي اي حاجه ليها علاقه بالاستومك بسميها جاسترو. تمام، طيب وبعدين عندنا الانتستينز اهي، الانتستينز بسميها ايه، بسميها انتيرو الانتستين او اللي هي الامعاء. واخر حاجه الكليتين اللي هم ايه، او اللي هم الكيدنيز، دول ليهم اسمين، رينو ونفرو. يبقى دي كده الحاجات اللي هي في موجوده في البطن، الميجر اورجنز اللي موجوده في البطن. تمام تمام، عايزين برضو نعمل لهم كالر كودنج، هنعملهم باللون الاصفر. تمام، فعندنا الجاسترو اللي هي الاستومك، عندنا ده على الشمال، ناخدها على اليمين بقى مين، الليفر او الكبد اللي هو الهيباتو، عندنا كمان الانتستين اللي هي الانتيرو، وعندنا اخر حاجه الكيدنيز او الكليتين، عندنا برضو هما اتنين يبقى ليهم اسمين اللي هما ايه، رينو ونفرو. تمام تمام، عايزين برضو نسهل حفظ الكلام ده شويه. دلوقتي احنا عندنا الستومك والجمز الاثنين بيبداوا بحرف الجي، اعرف منين هي انهي بتاعه الستومك وانهي بتاعه الجم؟ دلوقتي الجمز احنا عندنا اتنين جمز، واحده فوق وواحده تحت، وبالتالي الجي بتاعه الجمز، الجمز يعني ليها 2 جي اللي هي 2 جي في كلمه جينجيفا. بينما الاستومك لا، الاستومك انا هنا لو رسمتها يعني بالعكس هلاقي ان هي شبه شويه، انا هنا اهو دي الاستومك، لو رسمتها بالعكس كده هلاقي ان هي شبه الجي. طيب هل الاستومك فيها كلمه، فيها اصلا 2 ولا هي واحده بس؟ لا هي واحده بس، وبالتالي هيكون عندها جي واحده بس اللي هي ايه، الجاسترو. تمام، بينما الجي اللي هي معاها ال يبقى هي ال بتاعه اللسان اللي هي جواسو او لينجو. يبقى تاني احنا دلوقتي عندنا ثلاث حاجات بحرف الجي. اول حاجه عندنا الجم، احنا عندنا لثتين تو جمز، وبالتالي عندنا تو جيز، يبقى الكلمه اللي فيها تو جيز دي اللي هي الجينجيفا. تمام، طيب عندنا ايه كمان، عندنا الاستومك لو قلبناها هتكون شبه حرف الجي. طب هل هي فيها جي تانية او هل في اصلا استومك تانية ولا هي واحده بس؟ لا هي واحده بس، يبقى جي واحده بس، يبقى جاسترو. تمام، طيب اللسان ده
هو برضو لسان واحد بس، ففي جي واحدة بس، ولكن اللسان كمان في حرف ال، تمام؟ هو اصلا بيبدأ بحرف اللام، تمام؟ واحنا حفظنا اللينجو شبه لسان. طيب نحفظ واسو ازاي؟ ان احنا عندنا الجي والال مع بعض، يبقى هي الجي برضو اللي فيها ايه؟ اللي فيها وراها ال اللي هي الواسو. خلاص كده؟ تمام. عندنا برضو الانتستن عايزين نحفظها. احنا رسمنا هنا اللارج انتستن ليه؟ لان احنا لو خلنا اللارج انتستن دي بره وقلبناها كده هنلاقي ان هي ايه، حطينا فيها شرط في النص، هنلاقي ان هي شبه حرف الاي، وبالتالي الانتستن هي اللي بتبدا بحرف الاي اللي هي الانتيرو، تمام؟ هنلاقي برضو ان بطريقه تانية يعني ان الانتستن اولها اي ان تي اي وانتيرو اولها اي ان تي اي، تمام؟ وبالتالي الايه هما شبه بعض شويه اصلا في النطق وفي الكلام كمان، تمام؟ فاحفظوا بطريقه اللي تريحكم. تمام، يبقى عايزين نراجع تاني. احنا اتكلمنا دلوقتي عن 9 كلمات هما الميجر اورجنز ان ذا بودي. عندنا البق ومكوناته، البق من بره ده ستوماتو، اللثة من فوق ومن تحت اللي هي ايه تو جيز جينجيفا. عندنا بعد كده التيث او اللي هي الاسنان دنتس دكتور السنان يبقى دانتو. بعد كده عندنا اللسان، لسان يبقى اللينجو. وعندنا الجي اللي معاها ال ثانيه اللي هي الواسو. اوكي، بعد كده عندنا الحاجه الواحده المتميزه اللي هي ايه؟ اللي هي الانكفالو او اللي هو المخ، تمام. بعد كده عندنا البطن فيها اربع اورجنز مهمين، الكبير اللي على اليمين اللي هو الكبد الليفر هيباتو، على الشمال اللي هي المعده الستومك الجاسترو، واحنا قلنا ان هي بحرف الجي لان احنا لو قلبناها هنلاقي ان هي شبه حرف الجي شويه، تمام؟ وهي واحده بس الجي، مفيش ستومك ثانيه، تمام. بعد كده عندنا اللارج انتستين اللي هي لو قلبناها وحطينا فيها شرطه هنلاقي ان هي شبه حرف الاي، وان هي اصلا اسمها بالانجلش انتستين شبه انتيرو، تمام. واخر حاجه الكليتين اللي هم الكيدنيز، تمام، اسمهم ايه؟ ليهم برضو اسمين اللي هم الرينو او النفرو، تمام كده. خلصنا الحمد لله اول جزء اللي اتكلمنا فيه عن الوايد روت اوف ميجر اورجنز ان ذا بادي. ودلوقتي هندخل على تاني جزء، احنا قلنا هنتكلم عن ايه كمان؟ هنتكلم عن السافكس. انا هفتح بس نفس الكتاب ببرنامج تاني عشان اسهل في التعامل، اوكي؟ تمام، دلوقتي هنتكلم عن السافكس، هنسيب الكومباوند وورد نتكلم عليها بعد شويه بعد ما نفهم بقيه الكلام. وقلنا يعني ايه السافكس؟ السافكس هي الكلمه او مجموعه الحروف اللي بتيجي في نهايه الكلمه عشان تديها معنى. ولما احط السافكس، احط السافكس في نهايه الوايد روت جنب الوايد روت كده، ممكن اعمل حاجه من اتنين، يا اما اعمل ناون اسم، يا اما اعمل صفه او اللي هو الادجكتيف. هناخد ده وده وناخد امثله عليه. اول حاجه عندنا ايه؟ عندنا لما احط السافكس في نهايه الوايد روت عشان تديني ناون، وعندنا خمس امثله. اول حاجه اللي هي ايه؟ اللي هو اي اس ام او اللي هم اسم. لما احط الاسم السافكس ده في نهايه الوايد اقصد ايه؟ حاله مرضيه. يعني ايه مثلا؟ يعني حاجه زي الهايبوثايرويدزم. يعني ايه هايبوثايرويدزم؟ هناخدها واحده واحده كده. هايبو هنعرف ان هي ايه؟ يعني قليل. هايبو يعني قليل، وهايبر يعني كتير، تمام؟ فهايبو يعني قليل. ثايرو، ثايرو دي بترمز ليه ايه؟ هناخدها برده قدام، بترمز ليه ثايرويد، تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الغده اللي موجوده في رقبتنا كلنا اللي بتطلع الثايرويد هرمون، تمام؟ ودي اللي انا مسميها بالعربي الغده الدرقيه، تمام؟ وتالت جزء اللي هو الجزء بتاعي بقى السافكس اللي انا بتكلم عليه اللي هو الاي اس ام او اللي هو الاسم. لما اقول الكلمه على بعضها بسميها هايبوثايرويدزم. يعني ايه هايبوثايرويدزم؟ يعني نقص في الوظيفه بتاعت الثايرويد جلاند دي. بتعمل ايه؟ بتطلع الثايرويد هرمون، تمام؟ يبقى نقص افراز الغده الدرقيه. احنا قلنا الثايرويد جلاند دي اسمها الغده الدرقيه بالعربي، او اللي هو النقص الايه؟ الثايروكسين. الثايروكسين اللي هو الثايرويد هرمون اللي بتطلعه الغده الدرقيه. هنعرف كل ده بالتفصيل قدام، ولكن نعرف دلوقتي بس اللي يهمني ايه؟ ان انا لما احط اسم في نهايه الكلمه دي انا بقصد بيها كونديشن او حاله مرضيه. غير هايبوثايرويدزم عندنا حاجه ثانيه اسمها دوارفزم. دوارفزم دي من غير ما نعرف طب خالص هنقدر نستنتج كده يعني ايه؟ يعني ايه دوارف؟ دوارف يعني قزم، صح؟ يعني مثلا عندنا سنو وايت والاقزام السبعه، تمام؟ سنو وايت اند ذا سفن دوارفز، تمام؟ فدوارف يعني قزم، تمام؟ لما احط جنبها كلمه ازم يبقى في حاله مرضيه بتخلي الشخص يكون قزم، ما يكبرش بالطريقه الطبيعيه، دي اللي انا مسميها دوارفزم، وهكذا، خلاص؟ تمام. تاني حاجه عندنا السافكس اللي انا بسميه سكوب. ناخد بالنا ان انا ما بقولش ان هي كلمه، ما بقولش ان هي وورد، لا هي السافكس بس، هي مجموعه من الحروف، تمام؟ هي اندنج لما بحطها على كلمه تانيه بتديها معنى، اوكي؟ لكن هي لوحدها ممكن ما يبقاش ليها معنى، اتفقنا؟ تمام. السكوب ده هو ده أداة أنا بستخدمها عشان أكشف على المريض. عندنا حاجة مشهورة قوي ممكن كتير مننا يعرفها بسميها اندوسكوب، تمام؟ اللي هو إيه؟ اللي هو المنظار. مثلا إيه؟ حد من قرايبنا
رايح يعمل منظار على المعده، رايح يعمل منظار على القولون، رايح يعمل منظار على اي حته، تمام؟ فرايح يعمل منظار على كذا، يعني رايح يكشف على كذا بالمنظار. المنظار ده اداه كده بتكون مدوره بتدخل مثلا في المعده، تمام؟ وانا بشوفها على كمبيوتر، تمام؟ بيكون فيها كاميرا بتصور لي المعده من جوه، تمام؟ وبشوفها على الايه الكمبيوتر عشان لو فيها اي مشكله، تمام؟ فهي دي الاداه، تمام؟ يبقى السكوب هي instrument to view or examine، تمام؟ جهاز لفحص ورؤية، وخدنا مثال عليها، تمام؟ يبقى الاندسكوب اللي هو ايه المنظار، منظار على المعدة، منظار على القولون، منظار على اي حاجة، خلاص؟ تمام. ثالث حاجة ودي مهمة قوي 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 عشان هتقابلنا كتير جدا، اللي هي itis. itis يعني inflammation. gastritis يعني عنده التهاب في المعدة. appendicitis دي مهمة جدا، الappendicitis، تمام؟ وناس كتير بيكون عندهم ايه التهاب في الزائدة الدودية، بيجي لهم وجع، تمام؟ مش مهم مكان الوجع دلوقتي، هناخده قدام، وبيجروا على المستشفى ولازم يعملوا عمليه جراحيه عشان يشيلوا الابندكس او اللي هي الزائده الدوديه، مش عدت علينا كلنا دي، هي دي بقى اللي انا بسميها ايه الابندسايتس. لو نيجي نفصل الكلام كده، عندنا الابندك اللي هي الجزء الاول من الكلام اللي هي الابندكس. الابندكس يعني الزائده الدوديه، ابندكس يعني الزائده الدوديه، وايتس يعني التهاب في الزائده الدوديه، خلاص؟ يبقى نفهم ان ايتس دي مهمه جدا جدا جدا. ايتس دي يعني انفلاميشن، يعني التهاب، تمام؟ اوكي. رابع حاجه ودي ممكن نكون عندنا فكره عنها، اللي هي الالوجي. احنا مش كنا بناخد في الساينس في ثانوي حاجه اسمها بيولوجي، او اللي هو يعني علم الاحياء؟ يعني ايه بيولوجي؟ كلمة بيولوجي نفسها يعني ايه؟ متقسمة اتنين، بايو وآلوجي. بايو يعني الاحياء، اللي هي الحاجات اللي كنا ندرسها في البيولوجي او في علم الاحياء دي كلها، الاحياء يعني، تمام؟ وآلوجي، آلوجي دي يعني study of. جيولوجي نفس الفكرة، جيولوجيا برضو اللي كنا بناخدها في ثانوي. جيولوجي يعني آلوجي يعني study of، وجيو يعني الارض، مش احنا كنا بنقسمها كده في ثانوي؟ تمام. يبقى جيو يعني الارض، وآلوجي يعني study of، وبالتالي اي كلمه هحط جنبها آلوجي، تمام، يبقى انا بقصد study of كذا، علم دراسه كذا. مثلا عندنا بيولوجي يبقى علم دراسه الاحياء، جيولوجي يبقى علم دراسه الارض، انكولوجي، انكولوجي يبقى علم دراسه الاورام، انكو دي يعني اورام، تمام؟ انكولوجي يبقى علم دراسه الاورام. لو ناخد كده، مش احنا لسه متكلمين شويه عن الاورجنز، تمام؟ يبقى هيباتو، لما اقول هيباتولوجي يبقى علم دراسه امراض الكبد، تمام؟ وهكذا، اوكي. نفرولوجي يبقى علم دراسه امراض الكلى، تمام؟ اوكي. فنفس الفكره بالظبط. يبقى احنا عندنا لما اقول ology يعني study of، وقلنا مثال عليها oncology، قلنا hepatology، قلنا cardiology، cardiology cardio يعني heart، تمام؟ لما نقول cardiology يعني علم دراسة امراض القلب، وهكذا، اوكي؟ تمام. واخر حاجة برضو احنا ذكرناها من شوية، اللي هي الIST او اللي هي الاست. مش احنا قلنا ان احنا عندنا dentist، اهي مكتوبة، تمام؟ الدنتست يعني ايه؟ قلنا dental يعني اسنان، واست اللي هي ايه بقى؟ اللي هي specialist. احنا عارفينها، تمام، من قبل خالص ما ندخل الكلية، ان dentist يعني طبيب اسنان، تمام؟ عايزين بقى نفصل الكلام تفصيل علمي طبي. dentist dental يعني اسنان. طب الاست دي يعني ايه؟ مش هو طبيب اسنان؟ يعني هو متخصص في الاسنان، يعني هو specialist في الاسنان، يبقى هو اخصائي، تمام؟ يبقى دول الخمس امثلة اللي عندنا، نراجعهم تاني. عندنا ism يعني condition، حالة مرضية. dwarfism حالة مرضية بتخلي الشخص يكون زي القزم، قصير ومش بيكبر، مش بينمو، تمام؟ عندنا hypothyroidism نقص افراز الغده الدرقيه. تاني حاجه عندنا scope، قلنا ايه؟ endoscope منظار. تالت حاجه itis اللي هي ايه؟ inflammation، gastritis، appendicitis، encephalitis. اي itis يبقى دي ايه؟ hepatitis. كل hepatitis يعني التهاب في الكبد، gastritis يعني التهاب في المعده، encephalitis يعني التهاب في المخ، وهكذا. ology يعني study of، biology، geology عدد في الطب بقى، oncology، hepatology، كارديولوجي، كل الحاجات دي، تمام. واخر حاجه است اللي هي ايه؟ اللي هي السبيشالست، اللي هي زي الدنتست مثلا، تمام؟ تمام. يبقى كده انا حطيت الوورد روت جنبها السفكس، عملت لي ناون، وخدنا خمس امثله. بعد كده عندنا الوورد روت وجنبها سفكس يدوني ادجكتيف، وعندنا مثالين او يو اس اللي هي اوس، تمام؟ وعندنا ايه؟ ايبل او ايبل، ودي جايه من ability. ناخدها الاول عشان هي اسهل. لما احط الاربعه حروف دول او الاربع حروف دول، دي انا بسميها ايه؟ دي يعني معناها ability، اللي هو شخص قادر على. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا كلمة injectable، inject عارفين في من قبل كده يعني حقن،
وبت انجكتبل، انجكتبل يعني قابل، قابل للحقن. مثال تاني ادبل، ادبل ده يعني احنا اوريدي عارفينها دي كلمه انجلش عادي يعني قابل للاكل. ريديوسبل، ريديوسبل، ريديوس، ريديوس يعني يقل، مش كده بناخدها في الماث ريديوس، تمام؟ يبقى ريديوس يعني يقل، او في الساينس برده تمام. وابل يعني قابل ان هو يقل، قابل للنقصان، تمام؟ يعني حاجه ايه مش انفينيت، يعني حاجه بتخلص، تمام؟ يبقى ريديوسبل. يبقى عندنا انجكتبل قابل للحقن، ادبل قابل للاكل، ريديوسبل قابل للنقصان. يبقى لما احط ال A P E L E D او ال I B L E يبقى ده بسميها قادر على او في، يعني قابل ان هو يحصل له الكذا، اللي هي ايه الكذا بقى الوايد روت اللي انا بحطها قبل السافكس. اوكي طيب ال L U S دي يعني ايه؟ يعني يمتلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما نقول ان الشخص عصبي، عصبي بالانجلش يعني ايه؟ يعني نيرفس. طيب طب عايزين نقسم النيرفس دي. نيرفس عندنا مكونه من قسمين، نيرف وأوس. ونيرف دي يعني عصب، تمام؟ لما نقول اي حاجه نيرف او اي حاجه نيورو يبقى دي انا بتكلم على اعصاب، خلاص؟ فهو ايه يعني هو بيمتلك عصب؟ اكيد لا، هو ايه نقصد ان هو عصبي، تمام؟ هو دلوقتي عصبي ومتوتر وكده، تمام؟ تمام. تاني حاجه، تاني حاجه عندنا كلمه ميوكس، تمام؟ دلوقتي احنا عندنا ميوك دي جايه من ميوسين، وميوسين هنعرف بعد كده ان هو يعني المخاط، تمام؟ اللي هي الماده المخاطيه، تمام؟ فنحن لما نحط او يو اس في اخرها يبقى الحاجه دي حاجه مخاطيه، تمام؟ ثالث حاجه عندنا السيرس اللي هي السائل. احنا حطينا الكلمتين دول عشان هما ايه عكس بعض، ميوكس وسيرس، وهنستخدمهم كتير قدام، تمام؟ اوكي الميوكس والسيرس دول بنطلق عليهم على ايه؟ على حاجات فلويد، يعني الفلويد ده مثلا ميوكس، الفلويد ده مخاطي وملزق وكده، او الفلويد ده سيرس يعني بيجري كده زي الميه، تمام؟ يبقى ميوكس يعني مخاطي وسيرس يعني سائل، واعتقد سهله ان احنا نحفظها. الميوكس اولها ام، الام شبه الميم فدي هي المخاطي، والسيرس اولها اس، الاس شبه السين يبقى دي سائل، وعندنا طبعا نيرفز دي احنا عارفينها من قبل كده ان هو ايه عصبي، خلاص؟ خلاص ده كده خلصنا الايه الوورد روت والسافكس. هنيجي بعد كده على الكومباوند وورد اللي احنا فوتناها في الاول، وبعد كده هناخد البلورال. نروح بقى على الكومباوند ووردز زي ما اتفقنا، ومن اسمها كده كومباوند يعني حاجتين مع بعض، يعني حاجتين كومبايند مع بعض في كلمه واحده. ايه الحاجتين دول؟ اتنين او اكتر وورد روت او وورد روت وسافكس. طيب تمام، طب وانا ازاي هقول الوورد روت وراه وورد روت تانية؟ هحط في النص كومبايننج فاول، هحط في النص كومبايننج فاول، يبقى هو الوورد روت بلس كومبايننج فاول بلس وورد روت تانية. ليه؟ عشان يكون اسهل في النطق، تمام؟ ايه الكومبايننج فاولز اللي عندنا؟ الفاولز العاديه اللي احنا عارفينها في الانجليش، الاي والاي والاي والاو واليو، وهناخد معاهم كمان الواي، اوكي؟ تمام. او ان انا برضو احط وورد روت ومعاها كومبايننج فاول ومعاها السافكس، دي برضو انا بقول عليها كومباوند وورد. طيب دي كلها اسامي، طب انا عايزه امثله. عندنا كذا مثال. احنا قلنا من شويه ان اي حاجه ليها علاقه، يعني بنقول نيرف يعني عصب، واي حاجه بنقول عليها نيورو برضو ليها علاقه بالاعصاب، تمام؟ فلما نقول نيور بعد كده هنحط الاو دي اللي هي الكومبايننج فاول بتاعنا عشان نعرف ننقط الكلمه اللي بعدها. لما نقول سيرجري، يعني ايه سيرجري؟ سيرجري يعني جراحه، تمام؟ سيرجري لما نقول سيرجري في اي حته يعني جراحه، تمام؟ وبالتالي عشان نقدر ان احنا ننطقها بسرعه مش هنقول نيور سيرجري، لا هنقول نيورو عشان يكون في كومبايننج فاول. عندنا كل كومبايننج فاول في الامثله بتاعتنا هي الاو، اوكي؟ تمام، فهنحط بعدها كومبايننج فاول اللي هو الاو، بعد كده هنحط كلمه سيرجري. يعني ايه نيور سيرجري؟ يعني جراحه المخ والاعصاب، تمام؟ نيورو يعني ايه؟ اي حاجه ليها علاقه بالاعصاب بقول عليها كلمه نيور، تمام. اللي بعدها جاسترو دي يعني ايه؟ احنا لسه قايلين من شويه جاسترو يعني ايه؟ يعني ستومك، تمام. طيب بعدين حطينا الكومبايننج فاول بتاعنا اللي هو الاو، بعد كده سكوب لسه برضو قايلينه من شويه، ده المنظار اللي هو الاداه اللي انا بكشف بيها، بيكون فيها كاميرا ببص بيها على الستومك او اللي هي المعده اللي هي كلمه جاسترو، تمام. يبقى جاستروسكوب يعني ايه؟ يعني منظار للمعده، تمام كده. يبقى جاستروسكوب منظار للمعده. بعدين كارديو، قلنا كارديو يعني هارت يعني قلب، تمام. طيب يبقى دي اول كلمه اللي هي ايه؟ القلب او عضله القلب، تمام. طيب تاني كلمه ميجالي، ميجالي لما نقول ميجا
ممكن تكون عارفينها اللي هي ايه؟ ميجا يعني كبير، تمام؟ ميجا لما نقول حاجة ميجا يعني حاجة كبيرة، تمام؟ وبالتالي كارديو ماجالي، ماجالي دي يعني كبير، يعني تضخم، تمام؟ يعني حاجة ايه؟ كبرت عن الطبيعي بتاعها. فاحنا عندنا امراض بتعمل كارديو ماجالي، ان هي بتعمل تضخم في عضلة القلب، بتكبر عضلة القلب عن الطبيعي، تمام؟ رابع واحدة دي اوريدي احنا عارفينها من الساينس من قبل كده في ثانوي، اللي هي المايكروميتر. مايكرو لما نقول على حاجة مايكرو معنى كده ان هي حاجة ايه؟ صغيرة قوي، تمام؟ طيب وميتر دي اللي هي وحدة القياس، خلاص يبقى مايكروميتر. مش احنا كنا بناخد مايكروميتر ومليميتر وسنتيمتر وكده؟ تمام، يبقى ايه؟ ما فيهاش حاجة دي، مايكروميتر دي وحدة قياس. اوكي طيب اللي بعدها اللي هي هايدرو، وهناخد كلمة هايدرو دي هناخدها مرتين. هايدرو عايزين نعرف ان هي مية، تمام؟ هايدرو يعني لما نقول اي حاجة فيها هايدرو، هايدرو دي يعني مية، تمام؟ طيب لما زود على الهايدرو دي فوبيا، فوبيا دي من غير طب خالص. فوبيا دي يعني ايه؟ يعني خوف. مثلا شخص عنده فوبيا من الكلاب، شخص عنده فوبيا من الاماكن المرتفعة، شخص عنده فوبيا من المية، اي حاجة، تمام؟ وبالتالي هايدروفوبيا يعني الخوف من الماء، هيدروفوبيا يعني الخوف من الماء. بنلاقي مثلا بعد كده لما ناخد ان شاء الله في البايو كيمستري ان احنا عندنا كومباوندز كنا واخدين في الكيمستري قبل كده، تمام؟ برضو في ثانوي، ان ايه؟ ان في مكونات معينه بتكون هيدروفوبيك، يعني بتخاف من الميه، مش بتحب الميه، هي والميه مش صحاب، تمام؟ طيب تاني حاجه عندنا الهيدروثيرابي. ثيرابي برضو احنا ممكن نكون عارفينها، ثيرابي يعني ايه؟ يعني علاج، تمام؟ وبالتالي لما اقول علاج ميه معنى كده ان انا بستخدم ايه؟ بقول العلاج المائي، ان انا بستخدم الميه في العلاج. يبقى تاني عايزين نقول نيورو سيرجري، نيورو اعصاب، سيرجري جراحه، يبقى جراحه المخ والاعصاب. جاسترو سكوب، جاسترو ستومك، سكوب منظار، يبقى منظار الاستومك، منظار المعده. كارديو ماجالي، كارديو قلب، ماجالي تضخم، يبقى تضخم في القلب او تضخم في عضله القلب. مايكروميتر دي وحده قياس زي ما هي كده، مايكرو يعني حاجه صغيره قوي، والميتر دي اللي هي الميتر العادي، تمام؟ هايدروفوبيا، هايدرو واتر ميه، فوبيا يعني خوف، يبقى خوف من الميه. هايدروثيرابي، هايدرو ميه، ثيرابي علاج، يبقى علاج مائي. اتفقنا كده؟ يبقى دي الكومباوند وورد وهي بسيطه خالص، تمام؟ حبيت ان احنا ناخدها بعد السافكس لان اوريدي احنا قلنا السكوب دي وقلنا بعد السافكسز قبل كده. اوكي تمام. اخر حاجه بقى قبل ما ندخل على الاكزامبلز او الكويستشنز اللي عندنا هي البلورال، تمام؟ والحقيقه البلورال احنا عندنا برده هناخد السافكسز اللي عندنا وهناخد البلورال فورم بتاعها. هنا الجزء ده كده هيكون فيه شويه حفظ، ولكن بعد كده لما ناخد الاكزامبلز هيسهل كتير، تمام؟ نقوله الاول بعدين نقول الاكزامبلز بعدين نقوله تاني. اول حاجه عندنا الاي اس، لما تكون في حاجه بتنتهي باي اس هقلب الاي دي اي، تمام؟ وبالتالي لما تكون حاجه تنتهي بالاس اي اس نفس الكلمه انا هقلب الاي دي اي وخلاص كده، يبقى اس اي اس، تمام؟ طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا لما يكون في يو اس بقلبها اي، لما يكون في يو ام بقلبها اي، في حاجه متقلب ايه؟ اه، يبقى لما يكون في يو ام ولما يكون في او ام بقلبها ام الاثنين اي. طب الاي، لا الاي هتفضل اي زي ما هي ولكن هزود عليها الاي كمان، تمام؟ عندنا كمان الما، تمام؟ بزود عليها تي اي دي ماتا، تمام؟ ام اي تي اي. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا الاكس والاي اكس، الاثنين انا عشان اعرف انطق بلورال هقلبها ايه؟ هقلبها اي سي اي اس، تمام؟ اي سي اي اس، الاثنين شبه بعض. اوكي تمام. بعد كده عندنا الاي اكس برده شبههم، بس هنا اي بقى مش اي ولا اي، تمام؟ هتبقى اي سي اي اس. وبعد كده لما يكون في ان قبل الاكس هقلبها ايه؟ جي، عشان اعرف ان انا انطقها بسهوله. مثلا فالانكس، تمام؟ اللي هو عقله الصباع، فالانجيز. اوكي هنشوف دلوقتي الامثله كلها، تمام؟ يبقى تاني نراجعهم. عندنا ايه؟ عندنا الاي اس او الاس اي اس، هقلب الاي اللي موجوده دي لاي، تمام؟ بعد كده عندنا اليو اس هقلبها اي، اليو ام والاو ام هقلبهم الاثنين اي، الاي هخليها اي زي ما هي واحط جنبها اي، الام اي هخليهم ام اي زي ما هما واحطه جنبهم تي اي، الاي اكس والاي اكس الاثنين اي سي اي اس، والاي اكس برده اي سي اي اس، واخر حاجه الان اكس لما يكون في ان قبل الاكس بقلبها ايه؟ جي اي اس، تمام؟ هناخد examples بقى عشان نثبت الكلام ده. اول حاجه عندنا الاو ان، الاو ان قلنا هنقلبها ايه؟ الاو ان قلنا هنقلبها اي، تمام؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي كلمه بتنتهي باو ان اللي هي سبرماتوزوان، سبرماتوزوان ده اللي هو الحيوان المنوي، تمام؟ طيب سبرماتوزوان بتنتهي باو ان، يبقى لما نقول عايزه اقول في حيوانات منويه كتير يبقى سبرماتوزوا، هشيل الاو ان دي واحط ايه؟ تمام. تاني حاجة عندنا الجانجليون، الجانجليون دي اللي هي العقدة العصبية. يعني ايه العقدة العصبية؟ يعني احنا دلوقتي عندنا الأعصاب اهي ماشية في جسمنا، الأعصاب دي بتوصل في
بوينت معينة، وبعدين بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ان هي بتريلاي او بتدخل كده في حاجة انا بسميها العقدة العصبية. دي ليها functions، تمام، ليها وظائف هنعرفها قدام، مش مهمة ابدا دلوقتي، ولكن نعرف بس ان العقدة دي اللي هي شبه العقدة كده بتاعة الخيط، مش ممكن اشبه العصب ده بخيط، تمام، والجانجلين اللي موجودة دي بالعقدة بتاعة الخيط، تمام. فدي العقدة بتاعة العصب اللي هي العقدة العصبية. العقدة العصبية دي انا بسميها ايه في الطب؟ بسميها جانجلين، تمام. جانجلين بتنتهي بأو ان، تمام، وبالتالي الأو ان دي هقلبها ايه؟ هتكون جانجليا. اوكي، اتفقنا. بعد كده عندنا crisis و prognosis. crisis قلنا SIS، هشيل الاي دي بحط اي، يبقى crisis. يعني ايه crisis؟ يعني ازمة، تمام، سواء كانت طبية او غير طبية، تمام. crisis هي الازمة، الازمات اللي بتحصل عندنا عادي خلاص في حياتنا يعني، خلاص. طيب ال prognosis ده يعني التنبؤ، يعني مثلا ايه؟ المريض يقول لي يا دكتور هو انا هخف ولا مش هخف؟ هقول له اه حضرتك هتخف ان شاء الله خلال 4 ايام، او ان المرض بتاعك هيخف بسهوله وهيستجيب للعلاج. مريض تاني ربنا يعافينا عنده ايه؟ عنده كانسر، تمام، والكانسر ده في مراحل متاخره، فاقول له ان هو اقول له هو والريليتيفز بتوعه او الايه المرافقين ان هو قدامه مثلا 6 شهور، تمام، ان هو الايه قدامه 6 شهور مثلا وبعد كده يتوفى وهكذا. ده البروجنوزس. البروجنوزس ممكن يكون عندي بروجنوزس كويس او بروجنوزس وحش، ده التنبؤ. التنبؤ بتاع المرض بتاع المريض ده هيوصل لحد فين، هيتحسن ولا مش هيتحسن، هيخف ولا مش هيخف، تمام. ف prognosis برضو بتنتهي ب SIS، تمام، يبقى ال I دي هقلبها E، يبقى prognosis، تمام، يبقى crisis crises و prognosis prognosis، تمام تمام. تالت حاجة عندنا ال larynx و ال pharynx. larynx و ال pharynx الاتنين بينتهيوا بال NX، تمام. ال NX قلنا لما يكون في N قبل ال X هقلبها ايه؟ NGES، تمام كده، يبقى larynges و pharynges، اوكي تمام. نفس الفكرة برضو في كلمة phalanx. phalanx اللي هو بالال والاي، مش pharynx بقى، لا phalanx، تمام، اللي هي ايه؟ اللي هي عقل الصباع، تمام. لما اجمعها هسميها phalanges، اوكي. طبعا larynx اللي هو الحنجرة، وpharynx اللي هي اللي وراها على طول اللي هي البلعوم، تمام. بعد كده عندنا اللي بينتهوا بالام اي، قلنا هنقلبها ايه؟ هنحط الام اي زي ما هي وهنحط جنبهم كمان تي اي، تمام. ناخد الامثله اللي عندنا. كارسينو. كارسينو يعني ورم خبيث. كارسينو عامه ده نوع من الايه؟ من المالجنت تيومرز. مالجنت تيومر يعني ورم خبيث، تمام. وبالتالي لما اقول كارسينوما، كارسينوما ده انا اقصد نوع من الاورام الخبيثه، يبقى هو ورم خبيث. لو عايزه اجمعه يبقى كارسينوماتا، اقول ان الورم ده والورم ده والورم ده دول من انواع الكارسينوما، يبقى دول كارسينوماتا، خلاص، يبقى دي اورام خبيثه، تمام. طيب اللي بعده عندنا اللايبوما. قلنا ال MA دي خلاص، تمام، دي هنجمعها ب MATA. طيب يعني ايه اصلا لايبو؟ لايبو دي يعني فات، تمام، وبالتالي او يعني ايه؟ دهون، اوكي. وبالتالي لما اقول لايبوما يبقى دي ورم دهني، ده نوع من الاورام الحميده، تمام، اللي هو الورم الدهني، هناخده بعد كده ان شاء الله بالتفصيل. لما اجمعه برده هيكون ايه؟ MATA، لايبو ماتا، اورام دهنيه، اوكي تمام. نيجي بعد كده على الحروف، الكلمات اللي بتنتهي بالحرف الاي، قلنا هنخليها اي زي ما هي وهنزود عليها كمان اي. عندنا اول حاجه الفيرتيبرا. فيرتيبرا اللي هي الفقرات، الفقرات اللي بتكون موجوده في الظهر، تمام. لما اجمعها هحط ايه؟ هحط اي جنبها، يبقى فيرتيبري، اوكي. طيب كونجنكتيفا. كونجنكتيفا اللي هي الملتحمه بتاعه العين، تمام. وبالتالي لما اجمعها برده الاي، تمام، هتقلب اي اي اللي هي كونجنكتيفي، اوكي. طيب بعد كده عندنا اليو اس. قلنا اليو اس بتقلب ايه؟ قلنا اليو اس بتقلب اي، تمام. طيب وبالتالي لما يكون عندي كلمه اسمها باسيلس، باسيلس دي نوع من البكتيريا اللي بتكون يعني مطوله كده، تمام. عندنا انواع، تمام، كوكايبز اللي كده، فدي نوع من البكتيريا اللي هي بتكون مطوله كده، انا بسميها باسيلس، تمام. طيب لما اجي اجمع الباسيلس دي هجمعها اليو اس دي هتقلب اي، هجمعها باسيلاي، اوكي تمام. برونكس. برونكس دي يعني القصبة الهوائية، يعني احنا عندنا دلوقتي اهو دي التراكية، خلاص، اللي هي ايه؟ بتنقسم بعد كده الى تو برونكاي، تمام. البرونكس ده بيروح للرئة، والبرونكس ده بيروح للرئة التانية، تمام، اوكي. والهواء بيدخل من هنا وبعدين بيعدي على البرونكس، تمام، في تفاصيل كتير مش مهمة دلوقتي، وبعد كده بيعدي على الرئة، خلاص تمام. وبالتالي البرونكس دي او اللي هي القصبة الهوائية لما اجمعها، تمام، اليو اس دي هتقلب اي هتكون برونكاي، اوكي تمام. بعد كده عندنا البكتيريوم اللي هي بتنتهي بيو ام، تمام، هقلبها برضو اي اي، تمام.
او اي بس، تمام هقلبها اي. اوكي طيب البكتيريوم دي من اسمها كده مش محتاجه، بكتيريوم يعني بكتيريا خلاص تمام. بعد كده عندنا التستس، التستس دي بتنتهي باي اس شبه فوق لما اتكلمنا كرايسيس وبروجنوزس، برضو هشيل بس الاي دي واحط بدلها اي فهتكون تستيس، طبعا تستس اللي هي الخصيه. اوكي اخر حاجه اللي هي الكورتكس، الكورتكس دي احنا عندنا البرين بيكون عباره عن جزئين تمام. الجزء اللي من بره ده انا بسميه الكورتكس، القشره الخارجيه، القشره الخارجيه بتاعه المخ دي انا بطلق عليها كلمه كورتكس. اوكي طيب كورتكس دي بتنتهي ب اي اكس، قلنا الاي اكس هنقلبها ايه، اي سي اي اكس، اي سي اي اس، يعني كان في حاجه ثانيه نقلبها برده اي سي اي اس اللي هي الاي اكس تمام. احنا هنا عندنا كلمه ب اي اكس تمام، قلنا كورتكس هتبقى كورتيشس، وقلنا ان هي دي قشره الدماغ خلاص تمام. يبقى نراجع تاني كده اللي هم السافكسس والبلورال فورم بتاعتهم بعد ما عرفنا الامثله. قلنا الاي اس زي كرايسس، و الاي اس والاس اي اس زي تاسس وكرايسس وبروجنوزس، هتبقى ايه تاسيس، هنحط اي بدل الاي تبقى تاسيس وبروجنوزيس وكرايسيس. اليو اس اللي هي زي برونكس هتبقى ايه، هتبقى برونكاي، باسيلس هتبقى باسيلاي. عندنا اليو ام اللي هي البكتيريوم هتبقى بكتيريا تمام. عندنا الجانجليون هتبقى جانجليا. عندنا الفيرتيبرا هتبقى فيرتيبري. عندنا اللايبوما هتبقى لايبوماتا. عندنا كمان الكورتكس هتبقى كورتيسس، ما خدناش مثال على الاي اكس ولكن قلنا ان هي نفس الفكره. عندنا كمان الفالانكس او الفالانكس هتبقى فالانجيز تمام، واللارينكس هتبقى لارينجيز، والفارينكس هتبقى فارينجيز تمام. واعتقد احنا ما خدناش مثال برضو على الاي اكس خلاص كده. احنا الحمد لله خلصنا اول محاضره تمام، عايزين نذاكرها كويس عشان ندخل على المحاضره اللي بعدها. بس قبل ما نسيب المحاضره عايزين نحل كام سؤال البسيط دول. اول حاجه عندنا جاسترايتس، جاسترايتس عايزين ناخد الكلمه دي كده ونقسمها حسب اللي احنا خدناه في المحاضره. قلنا اي حاجه فيها جاستر او جاستري يعني ايه، يعني معده يعني ستومك تمام. وبالتالي وايتس يعني انفلاميشن، وهو مغششني اهو. يبقى ايتس اللي هي انفلاميشن هتبقى انفلاميشن بتاعت ايه، بتاعت جاسترو او بتاعت جاستري اللي هي ايه، اللي هي الستومك تمام. طيب تاني حاجه، تاني حاجة عندنا sub lingual medication. احنا ما خدناش لسه كلمة sub ولكن نعرف ان sub يعني تحت، بس احنا مش محتاجينها في السؤال هنا لان هو اوريدي مغششها لي اهي تمام. طيب عايزين الجزء التاني من الكلمة اللي احنا اوريدي خدناه اللي هو lingual. قلنا lingual دي فين؟ قلنا ال i دي نفتكر بيها ايه، اللي هي نطق اللي هي اللسان التونج. وبالتالي sub lingual medication ده نوع من العلاجات بيكون بيتاخد under the tongue. اوكي التالتة in hyperthyroidism، ism يعني ايه، ism قلناها قبل كده يعني condition يعني حاله مرضيه تمام. يبقى hyperthyroidism دي عكس الhypothyroidism اللي قلناها من شويه. hyperthyroidism ده يعني زياده في افراز الغده الدرقيه تمام كده، هو عايز بس ism او اللي هي condition اللي احنا خدناه. اوكي البلورال اوف كارسينوما، كارسينوما دي قلنا ان الام اي بحطها ام اي زي ما هي تمام، وبزود عليها كمان تي اي. قلنا كارسينوما هتبقى ايه، هتبقى كارسينوماتا، يبقى الاجابه هي رقم سي تمام. اخر سؤال البلورال اوف كورتكس، كورتكس دي قلنا الاي اكس دي بنجمعها ازاي، بنحط بدلها اي سي اي اس تمام. وبالتالي جمع كورتكس هو كورتيسس اللي هي الاجابه رقم بي. اخر حاجه عايز اقولها في المحاضره الاكزامبلز ان احنا كنا سايبينها في الاول وقلنا لما نرجع لها في الاخر هنفهمها اكتر تمام. اول حاجه قلنا دنتال يعني related to the teeth الاسنان زي الدنتست طبيب الاسنان تمام. كارديو قلنا دي بتاعت الهارت او اللي هو القلب تمام. يبقى كارديولوجيست يعني ايه، ناخد الكلمه كده نفصصها واحده واحده، كارديو يعني قلب لسه قايلينها، اولوجي يعني علم دراسة كذا، است يعني specialist أو أخصائي في كذا. يبقى لما نقول cardiologist يبقى هو أخصائي في علم دراسة القلب، يبقى أخصائي قلب تمام. وآخر واحدة اللي هي appendicitis احنا already قلناها قبل كده، وقلنا إن appendix دي جاية من appendix اللي هي الزائدة الدودية، وقلنا itis دي اللي هي أكدنا عليها إن هي مهمة قوي اللي هي الانفلاميشن، يبقى التهاب في الزائدة الدودية كده. احنا الحمد لله خلصنا أول محاضرة، أتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا.